السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف عاملين؟ بخير مزيانين. ألوغ اليوم غادي نديرو واحد العرمة نتاع لي كوكيز، سي لا رونتخي سكولير. شكون الغابور افيك لي رونتخي سكولير؟ المهم لا رونتخي سكولير كتعرفو الدراري كيجيو مع الربعة مساكن فيهم الجوع، خصهم الكوتي ديالهم. من الأحسن من لما يدير لهم الحاجة ديال الدار، اون بليس كوت باشيغ، سافيان باشيغ، لا كاليتي كتكون مزيانة، كتعرفو شنو فيها. ومنين كتشوفو لا كاليتي ولي برودوي اللي كديري والحاجه اللي كتشريها وكتلقاي غير او 200 400 600، ما كتعرفيش حتى واش طحين ولا بلاستيك ولا. المهم بريف، لا جو فيغ ان برونيز او شوكولا، يعني لا بات غادي تكون المهم شوكولاتي. ندخلوا بعدا في زانغريديون هما الاولين. الوغ الزبده هي الاولى، عندي 250 غرام ديال الزبده انا دايره هنايا. غادي ندير 450 غرام ديال الطحين، غندير جوج البيضات، غادي ندير 400 غرام ديال السكر، هنا غنديرو حلو، فيه 200 غرام ديال السكر كحل بغان، و 200 غرام ديال السكر ابيض. مانون بلو ديرو 300 غرام، نديرو 300 غرام، سي با ان بروبليم. الوغ غادي ندير حك نتاع سميتو ديال الخميره، المهم شيميك، غندير غير وحده. من الممكن انكم ديروا يلاه النص نتاع لي غوسيط، لان هنا لي غوسيط راني مضوبلها على جوج، ملي كندير دائما الدوبل زعما. المهم شوج نتاع الملحه، سا سي انديسبونسابل الملحه، لان كاين اللي كتزين في الكو. اكستري دو فاني الا كان عندكم، ولا سكر فاني الا كان عندكم، انا ما كنديروش لان كندير حاجه اخرى في بلاصتو. الوغ الشوكولاط، بالنسبه للشوكولاط انا غندير 200 غرام ديال الشوكولاط، لان غندير بزاف تاع لي كوكيز. عندي 100 غرام ديال الشوكولاط، غير الشوكولاط عادي، هذوك اللي كيتباعوا لي طابليت نتاع 100 غرام. عندي هنا 100 غرام ديال الابيض، وعندي 100 غرام ديال الكحل. الوغ او ميم طون شي اون طران دير لو تروك، او ميم طون خدام اسا نقول لكم. المهم دايره انا هنايا 200 غرام، الا كانت عندكم ديروه النص نتاع لو غوسيت بيان سور، فو ديفيزي اون دو ها كان ميم. الوغ 200 غرام قلت نتاع سميتو ديال بيبيت دو شوكولا. شنو اخر انا اللي دايره؟ ابخي نتوما ديروا النواز، ديروا اللوز، ديروا اللي بغيتو، انا غنقول لكم شنو غادي ندير. ديجا هنا كوم جي دي غادي نديرو بالشوكولاط، يعني دايره هنايا جوج معالق ولا معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو مر، دايره هنا جوج معالق صغارين ديال القهوه. لي كوكيز دائما نديرو فيهم شويش نتاع القهوه انستانتاني، ها هي هذيك اللي كدوب، لانها كتعطيه واحد المذاق فشكال، واحد المذاق ديال الكراميل ايتو. دايره انا هنا الشوفان، دائما كندير الشوفان، عندك ولدي كيعجبو الشوفان في لي كوكيز. هنا عندي دي كرامبيري، كرامبيري هي 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 على لاكسون كي دايره نتاع الانجليزيه يا قلبي يا قلبي. وهنا كانو التمر، المهم التميرات شايطين مساكن، دابا نديرهم في لي كوكيز. جوستمون منين ديروا لي كوكيز ديروا كلشي، ديروا لي بيستاش، ديروا اللوز، هرسوه، ديروا لي نوازيت، ديروا اللي بغيتو. انا يعني منين نديرها هكذا ما غنديرش، المره الجايه ان شاء الله ندير فيه لي نوازيت، ندير فيه بيستاش اللوز، كل مره كون نهار ورزقو كما نتي. وجوج بيضات خلاص راني قلتهم، وغادي نتوكل على الله. الزبده عندي انا عاد خرجتها من الثلاجه، يعني قاصحه، اينو فو دو بور مو، غادي ندوزها واحد 20 سكوند ولا 15 سكوند في الميكرووند. اي ابخي فالينا ننطلق يا شباب. باغ كونت دابيتود انا كنديرو صور بيدي، ولا كنديرو بداك العجان الكتريك، مي لا غادي نديرو بالعجان هكذا زعما نورمال، فهمتوني؟ يا الخبز غندوز هذا في الميكرووند بعدا، اي ابخي اون فيغا. انا شتي دوزتو في سميتو في ميكرووند الزبده، شتي كي ولات. دابا غادي نعبر نورمالمون، خصني 400 غرام ديال الزبده، هادشي اللي كاين الزبده. يا ربي ديال السكر، كندير نص بيض ونص كحل. انا من بعد ما استشرت مع رجال الفضاء ما باغينش السكر بزاف، يعني غادي نحيد 100 غرام، غندير يلاه 300 غرام في بلاصه 400 غرام. غادي ندير نص، غنعبر بعدا ندير نص سكر. ولي كوكيز من الاحسن دائما سوا خلطوا البيض مع السكر بغان، سوا ديروا غير السمر، ما ديروش سكر بيض هكذا بوحدو، ماشي حتى ليه كيطلق الماء، ثاني داك كطلق الماء كلشي ماشي حتى ليه زعما اصلا. الو غادي نديروا 150 غرام، فوالا فوالا. دابا غنزيد لاكاسوناد، لاكاسوناد كتبرد كتولي. دابا خصني هادشي يوصل ل 300 غرام، صافي
دابا هادشي غادي نديرو في سميتو وغادي يتخلط مزيان 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 تيولي بوماد ان شاء الله. اي بخي اون كونتينو. شتو ها شو كي ولات هاد لاكريم هكذا فوالا. شي الزبده ما خصهاش تذوب, خصها تكون مول باش نخلطو معها السكر وداكشي, ولكن ما خصهاش تذوب. الوغ دابا سميت غادي نزيد فيها, غندير فيها بعدا هاد جوج بيضات هما الاولين. اي ابخي غادي نزيدو التمر كما قلت, التمر كرانبيري الشوفان القهوه والكاكاو اميغ المر ماشي الحلو. تديروا الحلو ديروه, ولكن نقصوا السكر الا ما كانش عندكم الكاكاو اميغ. من الاحسن انكم ديروا الكاكاو اميغ, من الاحسن ومن الافضل. انا غنخلط هادشي مزيان, ومن بعد غادي ندير فرينه لافارين مع مدام لا لوفور شيميك, وحتى الاخر حتى نعرف لا كونسيستانس نتاع ديال لاباط ديالي, عاد ديك الساعه ندير الشوكولاته هو الاخر. سا سي غاري قاش الا درتوه ولا في الاول ولا في الوسط غيبقى يخدم مع الحراره, لاباط كتسخن راكم عارفين يعني غادي يبقى يذوب. حنا ما باغينوش يذوب, باغينو يبقى واخا يطيب يبقى يذوب في الطياب, ولا يبقى من الاحسن يبقى زعما مكمول, لان الدراري كيعجبهم. اون توكا انا ولدي كيعجبو لي كوكيز كيدوزهم في الميكرووند باش كيوليو رطبين ومعلكين, وكياكلو الشوكولات كيدوب يتويزن بيان كومسا. الي انا غنخلط هادشي بعدا هو الاول. هي بخير نديرو فرينه ان شاء الله. شتو لاباط كي ولات. بالنسبه للكاكاو, الكاكاو نتوما اللي ديروا اللي بغيتو اون فغي. جاكم كحل بالغ الله ما عندكم ما ديروا مي الكاكاو مزيون كامل. جاكم ناقص زعما سورتو الا جاكم ناقص زيدوا فيه الكاكاو ماشي مشكل. هادي دابا غادي ندير فرينه وغادي ندير لا الفور. بالنسبه للفرينه واخا عطيت زعما 240 غرام ولا 500 غرام ولا المهم, ولكن نتوما غتعرفوا لا تيكستور كتب على الله حرام. مالينا الزبده سا ديبون. انا درت لي زانغريديون يعني غنقص الفرينه لان كاين الشوفان كيشرب ليدام. درت فرانشمون سا ديبون لا تيكستور, ملي تحسوا بلا تيكستور ما تنساوش بان غادي نديروها في الثلاجه قبل ما نكورها. من الاحسن نسكن هكذا الحلوه هكذا فيها سميتو فيها الزبده دار في الثلاجه. اون توكا لي كوكيز انديسبونسابل ديروا في الثلاجه باش تشد راسها باش تعرفوا تخدموها, سينو ما غاديش تشدوهاش كما بغيتو. هادي انا غندير فرينه هي الماده اي ابخي يحوه فرينه كوم جيدي. دابا نوريكم لا تيكستور. ندير فرينه نخلطها. دابا غادي ندخل باليدين والرجلين سالينا مع الشيكي والميكي اي ابخي نوريكم لا كونسيستانس نتاع لاباط ان شاء الله. شفتوا لا تيكستور ها تكون قاصحه ها فوالا. شوف هذا مازال معلك من هنا, لابد تغسل اليدين ما فيهاش حتى حاجه ما تخليوها ها كلشي جمعوه. دابا هنا ها لاباط اللي بغيت هي هذه شفتوا. سي بوغ سا الكاكاو وداكشي لابد خصو يدا دايما في الاول, لان الكاكاو كيشرب اليدام. دابا ها لا تيكستور اللي بغيت, عاد انا غادي نزيد هاد الشوكلاط لان كمان فيها الخدمه وداكشي دابا حتى الاخر. دابا غادي نبقى نخلط بشويش ونخلط مزيان مزيان هادشي. وبالنسبه ليا مع دابا البرد الدنيا عندنا حنا مبرده كاين الحراره كره. درت هادي في الثلاجه ولا في كونجيلاتور واحد 5 دقائق جمع راسها. دابا جا مع راسها ما نحتاجش انني نسميتو فوالا ها شفتو. دابا غنجمع هادشي كلشي ونكور ونعطي العور نشعل الفران. الوغ الفران خاصني نشعلو على حساب, انا كندير على 160, كاين اللي كيدير 140 ويخليهم ديك 25 دقيقة. انا غندير على 160 ما غنديرش على 140 زعما. من الاحسن لي كوكيز ما يطلبوش زعما على درجة حرارة زعما الحرارة مرتفعة, من الاحسن انها تكون هابطة ولا مهم 160 ما تدوزوهاش, ما ديروش 180 ولا سا سي غاريان دي تو. صافي انا غادي نجمعهم وغادي جو لي فاسوني وغادي نشعل الفران. دابا هو الاول قبل ما انا هذاك شتي لي كوكيز هادو ديال الشوكولات مزيونين. هادي انا دابا درت اللاطات هادو, درت 3 نتاع اللاطات ومازال لي واحد الكره هادي حتى نخرج الاولى وتبرد اللاطه وديك الساعه نردهم. يعني راه الخير الله ايوا ضربوا حسابكم نتوما بشحال هادشي تقام مسقط في الدار فيه القوي شي يقولها تقيوتات. اه تقيوتات
يعني فيه هذاك الشيء انرجيتيك، الشوفان، التمر، الشوكولا، شناخر، الكرنبيري، يعني كل داك الشيء مزيان زعما انرجيتيك. ومسقط في الدار الاثمنه في الحانوت غادي تشريوه من الحانوت، من تاع الحانوت اللي غايشري من الحانوت اللي غايشري من السوبر مارشي، المهم يعني غتشريوه بدوغو يكلك الباكي شحال فيه والو، ما فيه ما يتنكل، عام الله فوقاش سقدوه، عام الله فوقاش داس فلوزين، عام الله هو مستوكي. اون توكا لا عرق، انا درت ثلاثه نتاع اللاطات كبارين ومازال لي واحد شويش، دفعت الاولى راها خدامه كطيب، ايه هادشي اللي عطى الله. المهم حتى تخرج من تخرج من الفرن ديك الساعه ولا مون فوغي، فرانشمون سي فيت فيا. بالنسبه للكونسيرفاسيون انا كنديرهم فوق، خلاص فوق لا غري حتى كيبردوا مزيان، وكنديرهم في البطن تاع البلاستيك، كندير عليهم واحد السوبالا وكنخليهم اي سا بو ريستي كان جور جوسكا ان موا، ميم ان موا وزيد، ما كيترمش غير يترلو يترلو من والو، على حنا غنديروا لي بيسكوي على حساب شهر. المهم 15 يوم ولا سيمانه راه ديجا الخير لله، ويلا كاع بنادم بغى عنده الدري تبارك الله خربي وبغى يدير واحد الارمه ارمه يديرهم في كونجيلاتور، ها الا خاف دار لي كوكيز بوغ بلوس دان موا يديرهم في كونجيلاتور بوغ ان موا. مو جي ديجا في بوكو 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 وكارديتهم شهر، فرانشمون غير ما كيزيانو اون فيغيتي. ها هما شكي مزيونين، راه مازال الشوكولات راهم باردين ولكن الشوكولات مازال شتو لا. المهم درتهم في البواطا، ها هما ها شي كيكونوا على مزويناتهم، راه ديجا كاينين منهم وخا سخونين تكونو هكذا كيعجبو رجال الفضاء كيعجبوهم. شتي المذاق ما نعاودلكمش، سا شونج دي كوكيز لي تيكونو زعما بلا شوكولات، فهمتوني؟ الوغ فوالا، ها حنا درنا لي كوكيز ديالنا على مزويناتهم توجور اليس، جيسبيغ كو زالي ليسيي لا غوسيت، فرانشمون يا با بلو سامبل كو لي كوكيز. لي كوكيز في الموكز غاليين ولكن في الدار رخاصين، اللهم بنادم يديرو في دارهم. الي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا تخي تخي بيانتو ان شاء الله.